دوما دوما تك دوما دوما تك أحلى برنامج من دون شك دوما دوما تك دوما دوما تك بيحكي الحقيقة من دون عك دوما دوما تك دوما دوما تك لغز السياسي عنده الفك دوما دوما تك دوما دوما تك بيحكي بجرأة ولا مرة لك دوما دوما تك دوما دوما تك بننطر وقته تيك ورا تك 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 تيك تك تيك تك تيك تك تيك تك العوافي من ديمقراطية. ظاهرة شادي المولوي اللي عم تتكرر كل ما الدولة اللبنانية حاولت توقف مطلوب، هالظاهرة اسمها اليوم غالي حدارة، والمحروس غالي حدارة هو اللي ظهر بالفيديو مع الفضل شاكر لما كان عم يحكي عن فطيستين وخنزيرين. فهبت جحافل الزعران وبلشت بحرق الدوليب وإطلاق النار والأزايف الصاروخية بطرابلس للمطالبة بإطلاق سراحه. الزعران عم يتكاتروا وصاروا 10452 أزعر. تيك تك تيك تك تيك تك. بونجور شيخ نديم. أهلا بالشباب. شيخ نديم، أنا والعميد إن عندك مشروع كتير حلو. هيتوا لنشوف، أنا كتير بحب أفكاركن. أنت حاضر في بيرل هاربر عند لما قصفت اليابان الأسطول الأمريكاني؟ إيه معلوم حاضره. وحاضر فيلم وورلد تريد سنتر عن تفجير البرجين بنيويورك؟ أكيد حاضره ولو؟ إيه، وشو رأيك الشيخ نديم نعمل فيلم سينما عن قصة حقيقية شغلة الرأي العال؟ الرأي العام عميد؟ إيه هيها. مشروع كتير حلو، أنا كتير بحب فوت بمنزل السينما، ومين بده يكون بطل الفيلم؟ أنت. أنا؟ وعن أي قصة حقيقية بدكن تعملوا الفيلم؟ عن المشكلة اللي صار بينك وبين النسوين بالجميزة، هيك منفوت في بنات ومانوكنات وكذا. فكرة مش بطالة، ولقيتوا اسم للفيلم؟ ايه، شو رأيك بفيلم نديم والحريم؟ نديم والحريم؟ كتير عظيم. ما قلت لك ميشو، الله يحفظني كيف بصير بجيبة. نديم والحريم، نديم والحريم. تابعونا بعد الاعلان تعازي بصالون كنيسة مار مخايل. تيك تك تيك تك تيك تك. منتابع ديمقراطية. على وقع احتجاجات المياومين مجددا بعد استراحة طويلة، وعلى وقع الحديث عن مرحلة جفاء بين التيار الوطني الحر وحزب الله وحلفائه بثماني أدار، صار هالحوار اليوم بين الجنرال وجبران، فبنسمعه سوا. تيك تك تيك تك تيك تك. جبران، شو قصة المياومين اليوم؟ شو فوقهم يتظاهروا؟ انت جنرال، امبارح على الجديد فتحت على الرئيس بري، قام هو اليوم وفتح علي حنفية المياومين. على كل حال جبران، تلفن لي على كنيسة مار مخايل بالشيح واحجز لي بستة تموز صالون الكنيسة. صالون الكنيسة بستة تموز؟ ليش جنرال؟ تفاهم مع حزب الله مش بست شباط وقعناه؟ بلا. إلى ست تموز بيكون صار لسبع سنين وخمسة أشهر موقعينه. عايز السالونات للذكرى، وخد هايدي وصلها للسيد حسن نصر الله. كنت عارف جنرال، بشرفي أنا هيك قدرت. بدك ترجع تحيي مذكرة التفاهم وتقول لكل المشككين انه مهما حصل ما في شي بهز التفاهم بين التيار وحزب الله؟ لا جبران، بستة تموز بدي السالون للتعازي. تعازي؟ ندعي اليكم بكامل الحزن والأسى فقيدنا ابن السبع سنوات ونصف. التفاهم الخطي بيننا وبين حزب الله وال... جنرال، ما كنت بتصور انه بيجي يوم بتتخلى عن التفاهم. وشو بدي بهاي التفاهم اذا ما كان شامل؟ ها؟ مظبوط، لازم يكون شامل. شو قاله طعم اذا مش شامل؟ معه حق الجنرال، معه حق. دوما دوما تك دوما دوما تك أحلى برنامج من دون شك دوما دوما تك دوما دوما تك بيحكي الحقيقة من دون عك دوما دوما تك دوما دوما تك لغز السياسي عنده الفك دوما دوما تك دوما
دوما دوما تك بحكي بجرأة ولا مرة لك دوما دوما تك دوما دوما تك بننطر وقت تك ورا تك 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 تك